مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نعمل قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي عن بعض التسريبات وتسريب غرفة ميداس، وبيحكي كمان عن سكندد بول وحقيقة وجود الماب القديمة تبع الشابتر 1 بملفات اللعبة. فإذا أنت أول مرة عندك شاهد الفيديو على القناة، يا ريت تشترك، فعل زر الجرس، وحط لايك للفيديو لو وصلك بعد من الناس. ولو حابب تدعمني بكود الايتم شوب اللي هو نيمو 9، بحب تشكرك إذا دعمتني فيه، ومشاهدة ممتعة. مثل ما بنعرف اصدقائي، اخر فتره واخر هدول يومين بعد ما صار معنا تبع ديدبول وحدث ديدبول، انتشرت اخبار جدا عن ميداس وعن غرفه ميداس وعن وجود الخريطه تبع الشابتر 1 بملفات اللعبه. فانا رح احكي لكم الزبده بالموضوع اصدقائي. بالنسبه لسكين ميداس، سكين ميداس مثل ما بنعرف احنا تم تسريب الغرفه تبعه اللي هي صفيان لاسبوعين، وبيفتح يعني صفيان تحديات الاسبوع الثامن، بعد هيك بتفتح معنا الغرفه. رح ورجيكم هلا تسريب المقطع، ورح ورجيكم بعض الصور، واشرح لكم شو شفنا بهاي الغرفة. مثل ما شفتوا اصدقائي، هاي هي غرفة ميداس. هذا هو الاعلان تبع غرفة ميداس. لما تدخل عليها لاحظنا كتير اشياء مهمة بهذا الشيء. اولا لاحظنا لحنا انه تم تسريب قبل فترة من ما ينزل غرفة ميداس عن جهاز يوم القيامة، اللي هو هيك اسمه، انا اسف بالاسم بس هو هيك اسمه، عن تسريب جهاز يوم القيامة اللي احنا شفناه لما نزلوا هدول الاشياء باماكن الايجنسي اللي هدول شايفينهم بالفيديو. تم تنزيل معهم هاي الكرة او هاي الطابة الكهربائية تقريبا بملفات اللعبة، بس ما شفناها باللعبة لحد الان، فطلع مكانها بغرفة ميداس اصدقائي، وانا شرحت عليها في فيديو قديم. فلحد الان ما حدا بيعرف شو مهمة هاي الشيء، بس كل اللي متوقع او كل كلام المسربين اللي عم يقولوا عليه انه هذا الشيء بدل على انه ميداس هو رح ينهي هذا السيزون، رح يصير هو من وراء الايفنت، وهي هي الكرة الكهربائية اللي حتكون هي السبب الرئيسي بالايفنت او اللي بده يحصل بالخريطة. فهذا الشيء بدل على انه هذا الكرة او هذا الجهاز اللي تم عثوره عليه بملفات اللعبة موجود بغرفة ميداس، ونحن ما كنا عارفانين وين موجود. مثل ما شفتوا هاي الصورة كمان موجودة باعلان تبع ميداس، مثل ما شايفين موجود هون وهون، وموجود الجهاز، موجود منه جهازين بقلب الغرفة مو جهاز واحد. وشفنا كمان كتير اشياء، منها تمثال ميداس، ومنها البيكاكس الخاص باورو، ومنها كمان صور تانية اللي هي الخاصين ببعض السكنات مثل سكن الموزة، ومثل سكن مايا، ومثل سكن مياو. بس في شغلة اللي هي لفتت نظري ولفتت نظر الناس كلياته، اللي هي صورة البنت اللي موجودة بملفات اللعبة اللي هي نزلت باسم المهندسة. هاي صورة البنت اصدقائي يعني مو معروف شو شغلتها. المعروف انه هي حتكون باسم المهندسة باللعبة، ومثل ما شايفين الصورة تبعها فيها على لبسها شعار الشادو. فهذا الشيء هل رح يدل انه هي رح تنزل سكين خاص بشادو؟ لانه مثل ما بنعرف احنا كل سكين تيرمية بينزل معه سكين البنت الخاصة فيه، مثل مزارع معكم بالصورة، مثل سكين شيطون، وسكين اوميجا، وسكين هذا الايس، وسكين الايس كينج. هدول كلياتهم نزل لهم سكنات بنات. فلحد الان مو معروف هل هي هي المهندسة اللي صممت هذا الجهاز، ولا هي المهندسة اللي رح تنزل باسم سكين المهندسة بهذا السيزون اللي ما عاد تنزل مرة تانية. لحد الآن مو معروف شو شغلتها هاي البنت أو هاي الصورة اللي تم تسريبها بملفات اللعبة. ولنحكي شوي عن صورة الخريطة اللي متواجدة بملفات اللعبة اللي انتشرت بالدنيا كلياتها، إنه رح نرجع لحنا على الخريطة القديمة ومدري شو. فهذا الشيء بدل أصدقائي رح أحكي لكم ليش موجودة هاي الخريطة بملفات اللعبة. موجودة هاي الصورة أصدقائي لأسباب كتير، اللي هي السبب الأول اللي هي الشركة أو المصممين بيحتاجوا هاي الصور، أو بيحتاجوا الخرائط القديمة والصور القديمة وكل شيء قديم بيحتاجوا لحتى ياخدوا فيه الإفكت أو ياخدوا المؤثرات الخاصين فيه بالأحداث القادمة. لأنه هن بيحطوا الأشياء القديمة، أنت لو دخلت على ملفات اللعبة ودورت وعملت تفاصيل لكل ملفات اللعبة رح تلاقي أشياء قديمة كتير موجودة معنا. بالنسبة مثلا مثل الروبوتات، الروبوتات احنا تم ذكر اسماء بملفات اللعبة وحاليا موجودين بملفات اللعبة اسم الروبوت يلي كلياتنا كرهناه وكرهنا اللعبة، هلا هو حاليا موجود اسمه بملفات اللعبة وموجود اسماء بتدل على وجوده. بس هذا الشيء هو ما نزل،
اوكي يعني موجودين اسماء بس ما نزل، مشان هيك بتواجد معنا اشياء قديمه لحتى الشركه تستعان فيها او المصممين تستعان فيها لحتى تقدر تاخذ مؤثرات وتاخذ اشياء كثيره تساعدها بالاحداث وتساعدها بالنسبه للماب. مشان هيك بتواجد اشياء قديمه لحتى يقدروا المصممين يعملوا القصص، مشان هيك بيحتاجوا الصور القديمه والاشياء القديمه ليعملوا الاحداث. فهي هي كل حقيقه وجود الخريطه القديمه بملفات اللعبه. مستحيل احنا نخلص القصة باثنين سيزون بالشابتر الثاني بعد هيك نرجع على الشابتر الاول ونرجع على الخريطة القديمة، هذا الشيء مستحيل، لانه في بعض التسريبات قالت شفتها على موقع روسي انه هي بتقول انه حدث فورتنايت او قصة فورتنايت لح تضل مستمرة معنا لعام 2030، يعني لسه في 10 سنين مكتوبة قصص اللعبة ومكتوبة شو لح يصير باللعبة. فلحد الان ما حدا بيعرف شو حقيقة هذا الشيء، بس انا شفته هذا الشيء على موقع روسي انه لح تضل اللعبة مستمرة لعام 2030 بالقصة تبعها وبالسيناريو تبعها وبكل شيء فيها لح يضل مستمر ل 2030. فبدي رأيكم بهالمعلومة اللي انا شفتها عن طريق موقع روسي، وانا ما بعرف الصراحة هي صح ولا غلط، انه شو رأيكم بهذا الموضوع؟ هل ممكن لعبة فورتنايت تستمر قصتها لعام 2030؟ انا بالنسبة لي ما بستغرب، لانه لعبة كل الناس عم تلعبها وكل الناس بتحبها، واحد من الناس انا اللي بلعبها كتير، وفعلا لعبة ممتعة جدا وما بينمل منها. وبالنسبة لسكندد بول اصدقائي، سكندد بول تم تسريب تحديات الاسبوع الثامن الخاصين فيه، يلي هن عبارة عن تحديين لح يفتح معنا ستايل تاني اللي هو مثل ما بالفيلم الحقيقي، مثل ما شايفين الوش هيك مشوه، هو هيك بالحقيقة بالفيلم تبعه، هيك السكين تبعه او عفوا يعني هيك الوش تبعه بالفيلم الحقيقي. فلحتى تفتح هذا الستايل صديقي لازم تعمل مهمتين، المهمة الاولى اللي هي لازم تلاقي العوامة تبع السباحة اللي هي ظاهرة امامكم بالصورة، لازم تلاقي هي متوقع بتلاقيها بمكانين، المكان الاول اللي هو القارب تبعه، وبالمكان الثاني اللي هي بغرفة سكاي او سكن سكاي بتلاقيها موجودة بوسط الغرفة تبعها او باي مكان بالغرفة بتلاقيها. هي لح تكون شكل عوامة حمراء على شكل الحصان القوس قزح تبعه ولونه احمر وعليه شويه هيك الوان سوداء، هذا هو اللي حيكون شكله وليك ظاهر امامكم بالصوره. وبالنسبه للتحدي الثاني تبعه لحتى تقدر تخلصه تفتح الستايل، انك انت بدك تروح على الحفله وترقص، الحفله تبعه موجوده هي بمنطقه ذياشت اللي هي القارب اللي هو سيطر عليه، بدك تروح على هاي المنطقه وترقص بالحفله تبعه مكان الديسكو عند التمثال الذهبي، هيك انت بتكون خلصت التحديات. ولا تنسى كمان تروح على القارب قبل بوقت او اي وقت كان مشان تاخذ الاغاني او الموسيقى اللي هي خاصه اللي اسمها فريستايل تقريبا، اللي انا شرحتها في فيديوهات قديمه حابب اذكركم فيها مشان ما تروح عليكم وتروحوا تاخذوها، هي مجانيه وتحدي سري يعني. فهذا هو تحدي ديدبول لحتى تقدر تفتح الستايل الثاني البشع مو حلو اللي انا ما حبيته ابدا. بدي رايكم كمان تحت بالكومنتات، شو رايكم بالقصه اللي هي رح تستمر لعام 2030، وهل ممكن تستمر هاي القصه تبع فورتنايت او تستمر لعبه فورتنايت ل 2030؟ فهذا هو مقطعنا اليوم اصدقائي، مثل ما ورجيتكم كل شيء تسريبات صارت، وحقيقه كل شيء التسريبات وكل شيء صح، يعني ما حكيت شيء من عندي، كل شيء هذا المزبوط، وفي شيء معروف قصته وفي شيء مو معروف قصته. فاذا انت اول مره عندي تشاهد الفيديو على القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو لو سرق بعض من الناس، ولو حابب تدعمني بكود الايتم شوب اللي هو نيمو 9. وشكرا لك اذا كملت المقطع للاخر، وبرعايه الله. انا معايا واحد مش لاقي حد صحيح. في واحد فوق نعيم، انا معايا سمك ومعايا ال يا الله يا زلمه، عرفان هيك بيصير. طب احملك محمود، ما معي ما والله العظيم ما معي موارد، هلا اخذت الموارد. زلمه قرف لعب السكواد مشان هيك. ايش
هو ضل الواحد جميل واحد الله واحد الله عندي عندي فوق تعال هون جنب لو لو حلو